السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوال الصالحين في الصبر على بذل التضحيات لبلوغ أسمى الغايات، كتب إبراهيم بن أدهم إلى سفيان الثوري فقال: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أطلق بصره طال أسفه، ومن أطلق أمله ساء عمله، ومن أطلق لسانه قتل نفسه. وفي البخاري ومسلم من حديث جندب بن جنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في إصبعه في واقعة وفي غزوة، فنظر إليها متمثلا فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ إنه وضوح الهدف والاستهانة ببذل المال والنفس والجهد في سبيل الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. في الحلية لأبي نعيم والزهد لابن أبي الدنيا أن المسيح عليه السلام مر على قرية فوجد أهلها موتى بالأفنية والطرقات، فقال للحواريين: إن هؤلاء ماتوا عن سخطة، ولو ماتوا عن غير ذلك لتدفنوا. فقالوا: نريد أن نعرف خبرهم. فسأل ربه عز وجل فقال له: إذا جن الليل فنادهم يجيبوك. فناداهم فأجابه أحدهم: لبيك روح الله. قال: ما خبركم وما قصتكم؟ قال: كنا في عافية، أمسينا في عافية فأصبحنا في وهية. قال: وبما؟ قال: كنا نحب الدنيا ونطيع أهل المعاصي. كنا نحب الدنيا ونطيع أهل المعاصي. قال: ما حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه، إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حزنا. قال: فلما لا يجيبوني؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وأنا كنت فيهم ولم أكن منهم. يعني أنه لم يكن من أهل المعاصي مثلهم، وإنما مر مرورا بهم، فلما نزل بهم العذاب أصابه ما أصابهم لمجرد وجوده معهم. الوجود مع المفسدين، تواجد مع المفسدين فضلا عن الرضا بما يعملون، عاقبته وخيمة، العاقبة وخيمة. لذلك قال المسيح عليه السلام في آخر ذلك الخبر، كلام هو محل الشاهد، قال للحواريين: لأكلوا خبز الشعير، واللبس المسوح الثياب الخشنة، والنوم على المزابل أو في المزابل، كثير مع عافية الدنيا والآخرة. يعني ترك الدنيا بملذاتها في الطعام، ترك الدنيا بملذاتها في الشراب، ترك الدنيا مع راحة النوم، ينام في المزبلة أو على مزبلة، لمن طلب الجنة هذا كثير. وعند أبي نعيم في الحلية يقول: لقليل في طلب الفردوس، الذي يترك الدنيا في كل مظاهرها، سواء مطعم أو مشرب أو ملبس أو راحة. راحة يعني ليس بالضرورة أن تكون كل وسائل الراحة والترفيه موجودة، ولكن المسلم يسعى لتحصيل الضرورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، أخذ الكرم عليه، وأن يستعملنا في مرضاته، وأن يستخدمنا في محابه. والسلام عليكم ورحمة الله.